بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم عليه بباب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك. وهذا تقدم في الحديث السابق، في الرواية السابقة، وأنه لو قال إنسان: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بمال فلان أو بشيء من مال فلان، هذا لا يملكه. ليس على رجل نذر فيما لا يملك. وذكرنا بالأمس أن من أهل العلم يلزمه بكفارة يمين، والحديث ليس فيه شيء من ذلك، والأصل براءة الذمة. ليس على رجل نذر فيما لا يملك، لا نذر ولا ما يترتب على النذر، فيما لا يملك. ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله، يعني في أصل التحريم، يعني لعن المؤمن محرم كما أن قتله محرم، ولا يعني أنهما يستويان في الجرم. والتشبيه لا يلزم منه مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه. لمن قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كان كمن قرأ القرآن، لأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لكن هل يعني هذا أن من قرأ القرآن وختمه من أوله إلى آخره بما في ذلك الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وبقية الآيات التي تزيد على 6000، من قرأه كل حرف بعشر حسنات، هل هو مطابق من كل وجه لمن قرأ قل هو الله أحد 3 مرات؟ ومن حلف على أن يقرأ القرآن واقتصر على قراءة قل هو الله أحد 3 مرات يكفيه؟ لما يكفي. لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، هذا لا شك أنه يتضمن وعيدا شديدا على من لعن المؤمن، فلا يجوز لعنه وإن كان أهلا للعن، وإلا رجعت على قائله، نسأل الله العافية. قالوا: ووجه الشبه بين اللعن والقتل أن اللعن قضاء عليه بإخراجه من رحمة الله تعالى، وقتله
قضاء عليه بإخراجه من هذه الدنيا. وإذا قلنا بمقتضى هذا الكلام أنه يكون اللعن أشد من القتل، لأن الإخراج من رحمة الله أعظم من مجرد فوات هذه الدنيا الزائلة الفانية، لكن قتله إخراج حقيقي له من هذه الدنيا، يعني انتهت حياته. لكن إذا لعنه هل معناه أنه خرج من رحمة الله، أو أنه دعا عليه بأن يخرج من رحمة الله؟ وفي الغالب أنه إذا لم يثبت فيه لعن عن الله وعن رسوله أنه يكون اعتداء. لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، يعني على سبيل العموم لا على سبيل الإفراد. لذا لا يجوز لعن شارب بعينه، ولا يجوز لعن سارق بعينه، ولا المتبرجات ولا النامصات بمفرداتهن، وإن كان اللعن الإجمالي ثبت به النص. ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، مثل ما تقدم، من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم، من تردى من جبل، من قتل نفسه بحديدة، إلى غير ذلك مما تقدم من الأمثلة على هذا. ومن قتل نفسه بشيء من في الدنيا عذب به يوم القيامة. قد استدل بهذا من يقول بوجوب المماثلة في القصاص، الله جل وعلا يعذبه بمثل ما قتل به نفسه، وهذه مماثلة. استدلوا على وجوب المماثلة مثل هذا، لكن هناك نصوص أخص، لأنه قياس على فعل الله جل وعلا. لكن في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رض رأس اليهودي بين حجرين، لماذا؟ لأنه فعل بالجارية كذلك، رض رأسها بين حجرين، وفعل بالعرنيين عليه الصلاة والسلام نظير ما فعلوا بالراعي. هذه من أدلة المماثلة في القتل، ما لم تكون وسيلة القتل محرمة. إذا كانت وسيلة القتل محرمة فلا يجوز المماثلة فيها، أما إذا كانت مباحة في مثل هذه الأمثلة المماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن دعا دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. والدعوة كما تكون بالقول تكون أيضا بالفعل، فكون الإنسان يدعي وصفا لم يتصف به من علم أو عبادة أو غنى وثراء، هذا لا يلبث أن يطلع على حقيقة حاله فيذل بين الناس ويسقط من أعينهم. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى
كلابس ثوبي زور. فعلى الإنسان أن يبدو على حقيقته وأن يعرف قدر نفسه، وإذا عرف الإنسان قدر نفسه ارتاح واطمأن، بخلاف ما إذا أظهر نفسه بخلاف ما هو عليه في الواقع فإنه يتعب. شاهد من الناس اللي يتملقون ويتزلفون ويظهرون لغيرهم أنهم على مستوى لم يبلغوه يتعبون ويتعبون. كلابس ثوبي زور، والزور محرم بلا شك. طيب، إذا كان في مناسبة كما يحصل في الأفراح مثلا، رجل ما عنده ثياب حسنة أو ما عنده بشت وبيتزين بها أمام الناس وراح يستعير، أو امرأة ما عندها حلي وذهب تستعير حلي أو ثوب من الثياب الفاخرة اللي منها ما يؤجر ومنها ما يعار ومنها، يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ هذا جاء للناس عليه، أو استعار سيارة. وكثيرا ما تستعار السيارات في أوقات العراس، لا سيما العريس يستعير ويستأجر سيارة فاخرة، لو يجمع عمره كله ما يفضل من دخله ما حصل على قيمتها، سنقول يدخل متشبع. لماذا؟ لأن منها للعلم من أدخله، من تستعير الحلي تتزين به، قال متشبع بما لم تعط. قل مثل هذا في الرجل، أن جرت عادة الناس وعرفهم بأنه لا يمكن أن يدخل العريس بثوبه الذي لبسه أمس وإن لم يكن عنده غير، أو الذي قبله، أو بثوب مهنته، لا بد أن يغير من حاله ما يناسب الظرف. أقول جرت العادة بذلك، والنساء يحضرن الأعراس والأفراح والأعياد بأوضاع مناسبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس أحسن ثيابه في العيد والجمعة وللقاء الوفود عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال جمع من أهل العلم أن مثل هذا لا يدخل، لأن هذا جرت به العادة، ويعرف الناس واقع هذا الشخص مهما تجمل ومهما ركب من السيارات الفارهة أو غيرها يعرفون مستواه، فلا يكون في هذا غش ولا تدليس ولا تزوير. ولا شك أن هناك مناسبات شرعية جاءت الأدلة بأنها تميز على غيرها، كالأعياد ومناسبات الأفراح. تزوج عبد الرحمن بن عوف وجاء على ثوبه أثر صفرة غير ذلك. المهم أن المقصود أن لكل حالة لبوسة، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان مقارب. شخص فقير ذهب ليخطب من أسرة غنية فاستدان 5000 من فئة 500 عشر ورقات، فذهب إليهم استعار سيارة ومستأجر فاخرة، ودخل في السيارة إلى أن وصل قرب المجلس واستقبلوه على أنه من الأثرياء.
فجلس وأخرج 500 ومسح بها جبينه ورماها في الزبالة، والخمسمائة الثانية ما أدري وش صنع بها، ولم يخرج منهم إلا وقد عقد له، فقمت دينهم دين. يعني مثل هذا، نسأل الله العافية، مثل هذا اللي يقع فيه الذم الشديد. أما إنسان استعار بشت ولا استعار سيارة مقاربة من سيارات الملوك والأمراء والوزراء، لا، سيارة أفضل من سيارته، يعني مناسبة لهذا الظرف، أما يوم عيد ولا عرس ولا شيء من هذا. الناس تعارفوا على أن هذا متداول بينهم من غير نكير، ولذا لا يدخل. ومن ادعى دعوى كاذبة يدعي أنه من أهل العلم وحملته ويزعم أنه حافظ كذا وكذا وقرأ كذا وكذا على الشيوخ ورحل إلى بلد كذا وكذا من البلدان وصار يدلس على الناس ويقول حدثني فلان بقرطبة، نعم، وش يفهمون الناس؟ أنه رحل إلى الأندلس وقرطبة حي من أحياء بلده. هذا يسمونه تدليس البلدان، تدليس البلدان. هذا لا شك أنه داخل في المتشبع بما لم يعطى، والذي يزعم أنه حفظ من الأحاديث ومن المتون ومن وحقيقة الأمر ليست كذلك، هذا متشبع بما لم يعطى. ومن يزعم أنه يقوم بعبادات على خلاف واقعه هذا مذموم وسيفضحه الله، ولا يرجع بعد ذلك إلى موقعه الطبيعي عند الناس أبدا، ليسقط من أعينهم. يعني لو خرج بمظهره الطبيعي صار شخص عادي وفيه مزايا وفيه محاسن، لكن لو ادعى دعوة ليست فيه لم يصدقه الناس بما فيه، يعني ذهب الصحيح والباطل جزاء وفاقا. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة هي التي تؤدى بطلب من الحاكم، مفادها أنه ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهي التي تسمى عند أهل العلم الغموس. أين الجواب؟ جواب الشرط ومن حلف على يمين صبر فاجرة. إما أن يقال هو معطوف على ما تقدم، فجوابه جوابه، إما أن يقال فهو مثله، يعني مثل الذي تقدم، يعني لم يزده الله إلا قلة، يعني على حلف على مال سوف يكون هذا المال الذي أخذه بغير حق وحلف عليه يمين صبر وبالا عليه، صلى الله عليه. أو يكون جوابه كما جاء في الحديث الآخر، لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام، عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وحدثنا محمد بن رافع، عن عبد الرزاق عن الثوري، عبد الرزاق بن همام
الصنعاني عن الثوري سفيان بن سعيد، الإمام المشهور عن خالد الحذاء، خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، قالوا إنه ما حذى نعلا قط لكن يجلس عند الحذائين فنسب إليهم. ومنهم من يقول إنه من كثرة ما يقول أحذو نحو هذا أو حذو هذا، قيل له حذى. والناس يلقبون من يتكرر منه شيء به، تكررت كلمة عند شخص صارت لقب، هذا معروف عند الناس إلى يومنا هذا. عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا. يعني حلف باليهودية أو بالنصرانية أو قال باللات أو بالعزة فهو كما قال كاذبا. طيب لو كان صادق، الوصف وصف كاشف لا مفهوم له، لأن اللفظ يقتضي تعظيم المحلوف به، حتى لو حلفوا صادق باليهودية أو بالنصرانية استحق الوعيد. متعمدا يعني قاصدا ذلك، بخلاف ما لو جرى على لسانه، يعني مر على باله كلام لمشرك مثلا وفيه شيء من شركه ثم رده من غير قصد، يختلف عن هذا. لكن المقصود بمتعمد قاصد لما قال، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما حديث شعبة، وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال. هناك من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، اللفظ واحد. ومن ذبح نفسه، حديث الشعبة، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. في حديث سفيان: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. حديث الشعبة: ومن ذبح نفسه، هناك من قتل وهنا من ذبح، هناك في نار جهنم وهنا ذبح به يوم القيامة، والمعنى واحد، والرواية بالمعنى جائزة، الرواية بالمعنى جائزة عند أهل العلم، بشرطها أن يكون الراوي عارفا بمدلولات المعاني وما يحيل بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني، إذا كان كذلك جازت الرواية بالمعنى. عند عامة أهل الحديث نفر يسير منهم قال: لا تجوز الرواية بالمعنى، لا بد من الأداء باللفظ. منهم ابن سيرين، محمد بن سيرين يرى عدم جواز الرواية بالمعنى، وأما عامة أهل العلم فيرون جواز الرواية الحديث بالمعنى، لا سيما أن كتب السنة طافحة بها. لأن الحديث التي مرت بنا في الباب حديث واحد يروى من طرق متعددة بألفاظ متعددة، وفي البخاري مثل ذلك، وفي غيرهما من كتب السنة الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به. ثم قال: وحدثنا محمد بن رافع
وعبد بن حميد. جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الرزاق. الآن قال محمد بن رافع وعبد بن حميد، جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، يعني إذا روى الحديث عن أكثر من واحد ثم أعاد واحدا منهم أو منهما كما هنا، فالغالب أنه هو صاحب اللفظ، لفظ الحديث. والإمام البخاري رحمه الله تعالى طريقته أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما، يعني مسلم ينص على صاحب اللفظ، حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، وهنا أعاد الأول، فبالاستقراء أن اللفظ له. والبخاري كما يقول ابن حجر ظهر بالاستقراء أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما لا للأول. وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب، معمر بن راشد، عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام المشهور، عن ابن المسيب سعيد الإمام العلم، عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، يعني غزوة حنين. وقال القاضي عياض صوابه خيبر، قال القاضي عياض صواب اللفظ خيبر، يعني تصحفت خيبر إلى حنين وهما في الخط متقاربان، ثم تصحيف حنين وخيبر في الكتابة متقاربة، لا سيما في كتابة المتقدمين، لا تظن أنها من الدقة مثل ما عندنا من الكتابة وتثبيت الحروف ووضع النقط في مكانها، لا، حتى في أول الأمر ما في إعجام، ما في نقط، يعني ما في في الصورة فرق بين حنين وخيبر إلا شيء يسير، إذا شلت النقط ما بزيش، صارت متقاربة. ولذلك قال هنا حنينا، وعياض يقول صوابه خيبر. فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار، قال لرجل يعني في شأنه، يعني في شأنه وفي حقه، ما قال له، خاطبه قال له أنت من أهل النار، لا، إنما قال في شأنه وفي حقه لصحابته رضوان الله عليهم هو من أهل النار. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، اللام هنا بمعنى في يوم القيامة، وهنا لرجل يعني في حقه، في حق هذا الرجل، لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لكنه أطلع على حقيقة هذا الرجل، هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا، قاتل الرجل قتالا شديدا، يعني بعض الصحابة يعني كاد أن يرتاب، كيف من أهل النار وهذا إقدامه وهذا إنكاؤه بالعدو. قاتل قتالا شديدا فأصابته
جراحة فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله إن الرجل الذي قلت له آنفا يعني قريبا من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، إلى النار، يعني الظاهر اللي ما يعرف حقيقة الحال قاتل قتال شديد وقتل في المعركة يقول شهيد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل له إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، يعني ما مات بنفس المعركة، أصيب به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله، أشهد أني عبد الله ورسوله. يعني ظهر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام إلى عالم الشهود، خلاص عرف الناس حقيقة الحال بعد أن كادوا أن يرتابوا. أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أن لا يدخل، أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، في رواية الفاسق، في رواية الكافر، يؤيد هذا الدين بهذا الرجل. ما أُيد الدين بأبي طالب وهو كافر، هذا الرجل الذي تبين من حاله أنه من المنافقين كما أشار بعضهم، كالخطيب البغدادي قال اسمه قزمان وهو من المنافقين، وأُيد هذا الدين بهذا الرجل بمعنى أنه صارت له نكاية بالعدو، ومعلوم أن ما يضعف العدو نصر للدين. كاد بعض المسلمين أن يرتاب، يعني دخول أن بعد كاد قليل والأصل حذفها، ولكن دخولها صحيح ووارد في لغة العرب لكنه أقل من حذفها. كاد أن يرتاب، عندنا كاد المثبتة وكاد المنفية، كاد المثبتة وكاد المنفية، كاد أن يفعل ولم يكد أن يفعل، كاد أن يفعل معناه أنه لم يفعل لكن قرب منه، ولم يكد يفعل معناه أنه فعل بعد الجهد. قوله جل وعلا عن الساعة أكاد أن أخفيها، ما أخفاها ولا ما أخفاها؟ ها، عندنا كاد هنا بعض المسلمين أن يرتاب، هل ارتابوا ولا ما ارتابوا؟ ها، قاربوا. أكاد أخفيها يعني قارب أن يخفيها، إيش معناه؟ أنه لم يخفيها، والنصوص كلها تدل على أنه لا يعلم وقت الساعة إلا الله جل وعلا، فالحقيقة أنه أخفاها. يعني قال بعض المفسرين في الآية أكاد أخفيها حتى من نفسي، ولا من غيره جل وعلا مخفات،
لا يعلمها إلا الله، من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فهي خفية على غيره جل وعلا. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري حي من العرب، القارة حي من العرب، من القارة حي من العرب، يعني القاري نسبة إلى هذا الحي من العرب. عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون، التقى هو والمشركون، هو هذا ضمير فصل، له محل من الإعراب ولا ما له محل؟ ها؟ لا محل له من الإعراب. وجوده ضروري ولا ما هو ضروري؟ لو حذفناه التقى والمشركون، ها؟ شو؟ كلام سليم؟ يعني يجوز حذفها، التقى والمشركون، يعني هو هذه ضمير فصل يؤتى به للفصل بين ضمير الرفع المتصل، يعني المستتر هو من قبيل المتصل، وما يعطف عليه. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، وإن على ضمير رفع متصل فافصل، عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، أي فاصل، أنك ما تعطف مباشرة، لابد من الفاصل، والغالب أنه ضمير منفصل كما هنا، أو فاصل ما وبلا فصل يرد. يقول ابن مالك: في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، هو الذي ذكر في الحديث السابق، لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها، لا يدع شاذة ولا فاذة، يعني لا يترك شيء، لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها ويضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ما صنع أحد مثل ما صنع هذا الرجل من الإقدام والشجاعة والنكاية في العدو كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، أعوذ بالله، أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، يعني أنا ألزم. هذا من حرص الصحابة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يدخل رجل من أهل الجنة؟ فقال عبد الله بن عمرو ليكشف خبره، ذهب إليه في بيته وقال: بيني وبين والدي وحشة، والدي وحشة، وبات عنده علشان يشوف، شوف السبب علشان يطبق، هو يمر الكلام مثل ما دخل مع إذن يطلع مع الأخرى، لا، الصحابة الحرص على ما ينفعه. هذاك من أهل الجنة، فلزمه لينظر في عمله ليعمل بمثل ما عمل به ليكون من أهل الجنة، وهذا من أهل النار، فقال: أنا صاحبه أبدا، يمكن عنده وصف حنا متلبسين به ما ندري، شوفوا هالوصف اللي من أجلي صار من أهل النار علشان نجتنب. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، يلزم بلازم ولا يتركه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه،
وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه المقبض بالأرض، وذبابه طرفه الأعلى المحدد بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه، وضع ذباب السيف طرفه الرفيع المحدد بعد أن وضع نصله على الأرض وأعلاه بين ثدييه وتحامل عليه بثقله، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك. فأعظم الناس ذلك، هو يظهر للناس أنه من أهل التقى والورع، يوم جاء القتال بلا بلاء شديدا، فالناس استغربوا. فقلت: أنا لكم به. فخرجت بطلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. بين ثدييه. كثير من أهل اللغة يخص الثدي بالمرأة، وما يقابل ثدي المرأة من الرجل يقال له ثندوة أو ثندؤة، على أن صاحب الصحاح يقال أيضا الثدي بالنسبة للرجل، لكن الأكثر على خلافه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهم من أهل الجنة. في حديث ابن مسعود قال: حدثني الصادق المصدوق، قال في آخره: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. ما في قيد فيما يبدو للناس. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، من غير قيد. وهنا قال: فيما يبدو للناس، فهل القيد معتبر أو غير معتبر؟ معتبر، نعم. يعني ما في شخص يعمل صادقا مخلصا مدة عمره ثم يفتن في آخر عمره؟ ما في؟ شو؟ أجل، لماذا يخاف الصحابة والأئمة وسلف الأمة من سوء العاقبة؟ ها؟ لماذا يخافون؟ ها، هذا هو رد عليك، هذا رد عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كان الرسول وهو في منزلته عليه الصلاة والسلام التي لا يدانيها من يدانيه فيها أحد يكثر من قوله يا مقلب القلوب، فالخوف من سوء العاقبة هو ديدن الصالحين والمخلصين. ما يقال والله
أنا مخلص ولا علي خطر إن شاء الله. فيما يبدو للناس أنا هذا حقيقة حالي، ما هو اللي يبدو للناس، هذه تزكية للنفس. ولذلك يبقى الإنسان خائفا وجلا من سوء العاقبة ويجاهد نفسه على الإخلاص. والسلف قاطبة ما نظروا إلى هذا القيد، قالوا خلاص ارتحنا، أمنا من سوء العاقبة لأننا مخلصون، لا ما يقولون هذا. ثم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري، وهو محمد بن عبد الله بن الزبير، قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها. إن رجلا ممن كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، خرجت به قرحة، بثرة ولا دمل ولا جرح أي كان، فقلق منه واشتد عليه وجعه، فلما آذته انتزع سهما من كنانته، يعني من جعبة السهام التي تكنها وتخفيها، من كنانته فنكأها، يعني خرقها أو قشرها، المقصود أنه زادها بهذا المحدد بهذا السهم، فلم يرقع الدم، لم ينقطع الدم حتى مات. قال ربكم جل وعلا قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد يشير إليه، فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث. من الذي يقوله؟ الحسن البصري. مد يده إلى المسجد فقال إي والله، قسم على أنه سمع الحديث، حدثني بهذا الحديث جندب أو جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ولا يحتاج إلى أن يشير ولا يحتاج أن يقسم، لأنه ثقة من ثقات المسلمين وإمام من أئمتهم وسيد من سادات التابعين رحمه الله. قد حرمت عليه الجنة، وهذا من ألفاظ الوعيد كما تقدم، لأنه لا يخرج بذلك من الملة إلا إذا استحله. ومن الشراح من يقول إن هذا في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول، حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا، يعني ضبطنا تأكدنا من تحمل الحديث على وجهه، فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابي مجزوم بثقته وصدقه وضبطه وإتقانه كما قال في الحديث، يقول ما نخشى أن يكون كذب على رسول الله، وبالنسبة لنا ما نسينا. وش يبقى؟ يبقى أنهم ضبطوا الحديث وأتقنوه ورووه على وجهه، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم، خراج هو القرحة السابقة، خراج قالوا بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء، وهو القرحة التي جاءت في الحديث السابق، فذكر نحوه، ذكر نحوه، أحيانا يقولون ذكر نحوه، أحيانا يقولون ذكره بمثله،
فإذا كان بلفظه قالوا بمثله، وإذا كان بمعناه قالوا نحوه، وإذا كان بالمعنى قالوا نحوه. كم باقي؟ ها؟ واحدة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول: إذا كان العمل فاقدا للإخلاص كيف قرب صاحبه إلى الجنة حتى ما يبقى إلا شبر أو ذراع؟ وإذا كان غير مخلص فيما يبدو للناس، ها؟ فيما يبدو للناس، يعني القيد لهذا وهذا، مع أن التقريب الوارد في حديث ابن مسعود ما في قيد، وفي الحديث الذي في حديث سهل اللي فيه فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة، يعمل بعمل أهل الجنة، يعني في الظاهر فيما يبدو للناس، وما في تقريب بمقدار الشبر والذراع. وعلى كل حال السؤال جيد. يقول: إذا كان العمل فاقد الإخلاص كيف قرب صاحبه إلى الجنة حتى ما يبقى إلا شبر؟ نقول هذا فيما يبدو للناس أو على حد زعمه، والله أعلم. يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن في رمضان أم مواصلة حفظ القرآن في رمضان؟ المفضل عند أهل العلم أن تكون القراءة في النهار والحفظ والمدارسة بالليل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن في ليالي رمضان. يقول: هذا في النسخة التي معي عنوان الباب: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل بشيء وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فما بعد نفسه زيادة عندي، فما سبب ذلك؟ أولا نعلم أن الإمام مسلم ما وضع عناوين، يعني كتاب مسلم في الأصل ما فيه تراجم، باب كذا باب كذا، هذه ليست موجودة في الصحيح، وما يوجد من التراجم في بعض النسخ فإنما هو من الشراح. والنووي أشهر من ترجم لأبواب مسلم، واعتمد كثير من طبع مسلم مجردا اعتمد على تراجم النووي، وإلا فالشراح كل يجتهد ويضع عنوانا في شرحه حسب استنباطه وحسب فهمه. فالعناوين في شرح القاضي عياض إكمال المعلم تختلف عن عناوين النووي، والعناوين في القرطبي المفهم تختلف عنهما، وهكذا. يقول: هل من هدي السلف قراءة بعض الكتب النافعة مثل كتاب الصيام على المصلين في رمضان؟ الإمام عليه أن يسعى لنفع المأمومين، ومما ينفعهم قراءة الكتب التي تتعلق بأحكام الوقت مثل الصيام والقيام وتلاوة القرآن، هذه تنفع المأمومين ولا تأخذ من وقتهم، يعني إذا قرأ عليهم بعد صلاة العصر 5 دقائق 10 دقائق أو قبل صلاة العشاء حتى يجتمع الناس، هذا ينفعهم ولا يعوقهم عن تحصيل ما هم بصدده. يقول في قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال ولم يحدد عن إذا كانت، أو هذه الكتابة ضعيفة، إذا كانت العقوبة جائزة أو محرمة، يعني ما فيه التقييد بكونها جائزة يعني مباحة، لهذا يحتاج إلى سؤال: هل إذا قتل شخصا آخر بوسيلة محرمة
صلى الله عليه وسلم بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك، نقول عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم. يقول هذا عاقل؟ لا والله ما يقول عاقل. نعم قيل أنه يماثل بذلك بأن يؤتى بشيء يماثل الآلة التي قتل بها من المباحات، بأن يدخل في دبوره خشبة ولا شيء، قال به بعضهم، لكن هذا ليس بصحيح. بعض الأسئلة مرت بالأمس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.